السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أشرح تعديل اللي عملته في ليسب، كنت شرحته قبل كده. ليسب اسمه تي اوف. ليسب ده بقدر من خلاله إن أعمل حصر المشروع، سواء المشروع كله على بعضه أو جزء منه أو كل فراغ أو أوضة موجودة في المشروع على حدة. التعديل اللي انا عملته على الليزب انه هيقدر يعمل حصر البلوكات الديناميك. البلوك الديناميك اللي هو البلوك لما اجي ادوس عليه بيطلع لي سهم جنبه كده، ليه كذا شكل. لو دوست على السهم ممكن اختار الشكل اللي انا عايزه. قبل كده الليزب ما كانش بيقدر يتعرف على الاشكال دي، كان بيحصر البلوك ده كله على بعضه، يعني كل الأشكال بيحسبها إن هي شكل واحد. يعني لو جيت عملت select similar على البلوك ده هلاقي إنه اختار الشكل اللي هو الرباعي والشكل الثنائي اللي هو الثرو، فمش هقدر أميز بين الشكل ده والشكل ده عن طريق الليزب النسخة القديمة منه. دلوقتي عن طريق الليزب الجديد بعد التعديل، لو جيت كتبت لو دول البلوكين اللي انا عايز احصرهم في المشروع بتاعي، اجي اكتب امر تي اوف نيو بروجكت، اختار بلوكين واحطهم في جدول. الجدول ده بيبقى فيه رمز البلوك اللي انا عايز احصره والاسم بتاعه جنبيه. لو جيت كتبت امر تي اوف تاني وستادي اكزيستنج بروجكت، بيقول لي اختار الجدول اللي فيه البلوكات اللي انت عايز تحصرها، اختار الجدول ده. بعد كده بيقول لي اختار الخط اللي انت عايز تحصر البلوكات جواه. لو انا عايز احصر المشروع كله على بعضه بعمل خط حوالين المشروع بتاعي، بولي لاين مقفول حوالين الجزء اللي انا عايز احصره اختاره. بيقول لي اختار الاسم الاوضة او الفراغ اللي هو التكست اللي انا عايز يبقى بيمثل اسم الفراغ او المشروع بتاعي، اختار التكست ده ستاندرد، احط نقطة، اختار نقطة احط فيها الجدول اللي هيطلع لي فيه الحصر بتاع المشروع. هلاقي هنا ان هو كتب لي اسم الأوضة او الفراغ بتاع المشروع كله اللي هو المشروع ده الجزء ده كله على بعضه، وجواه البلوكات معمول لها حصر، كل بلوك ليه الشكل بتاعه والاسم وقدامه الرقم او العدد بتاعه الموجود في المشروع بتاعي. لو انا عايز احصر كل اوضه او فراغ لوحديها اكتب امر تي اوف ستادي اكزيستنج بروجكت، اختار الجدول بتاعي، اختار البولي لاين اللي بيمثل الأوضة أو الفراغ بتاعي. أنا راسم هنا بولي لاين حوالين كل أوضة بالشكل أو باللون الأبيض، وكاتب اسم الأوضة أو الفراغ جواه باللون الأبيض. فاختار بيقول لي بيك سامبل روم اي دي تكست، اختار النقطة اللي احط فيها الجدول بتاع الحصر. هلاقي ان هو عمل حصر لكل أوضة، خد الاسم بتاعها سقطه في الجدول، بعد كده لف على كل أوضة شاف البلوكات الموجودة فيها، حط العدد اللي قصاد كل أوضة تحت البلوك بتاعي. كان في شرح مفصل أنا شرحه للليزب ده قبل كده على اليوتيوب، هحط لكم الرابط إن شاء الله على اليوتيوب تحت الفيديو، ورابط التحميل للليزب آخر نسخة منه تحت الفيديو. ولو عجبك الشرح دوس لايك وشكرا.